يا سفر فين الرئيسي؟ أرسل. حلقة الليلة مختلفة، لا مداهمات ولا توقيفات. سنتابع فيها تتبع أحد المجرمين إلكترونيا. كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم الإلكترونية؟ نتتبع في هذه الحلقة ملاحقة مجرم حاول ابتزاز فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي. تبين موضوع الدورية الليلية اللي عندك من هو؟ رئيسي سبيل ثلاث، سبيل ثلاثة جيب. القوة الخاصة من المكافحة بالارتباك والتحرك والتواصل مع خاصة الحزن. الأمور جاهزة. صحيح باشا، كذلك. بالتوفيق للجميع. عالم افتراضي، تمام. هلا عملية التتبع بتاخد وقت وبتاخد شغل، على أساس إنه إحنا ما بنعرف مين هو هذا الشخص. إحنا هنشتغل بكل جهدنا على الموضوع. في حال وجود أي خطر عليك، في حال وجود أي مشكلة تفاقمت مشكلة، بلغينا فورا، إحنا بخدمتك 24 ساعة، تمام. بدأ الضابط بإطلاع الفتاة على الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة لطمأنتها، وقدم لها أمثلة واقعية شبيهة بقصتها، وشرح لها كيف حل الملف. كل هذا لإقناعها بحرص الشرطة على حماية سرية الملف. تمام، ومنتبع موضوعك وما تقلقي، حالة بتمر زي حالات كثيرة تأخذ وقت، بس بالنهاية إحنا الشرطة بتجيبه. يعني تفضل. الأخير قديش بقعد يعني موضوعها؟
شوفي علي هلا، انا ما بقدر اعطيك فتره، على راسي على راسي، احنا مقدرين هذه الامور، بس انا ما بقدر اعطيك وقت دقيق او فتره معينه ننجز فيها الموضوع. انا بوعدك باقرب فرصه وباسرع وقت ممكن، تمام؟ هلا يمكن خلال يومين نخلصها، يمكن تاخذ منا اسبوع او 10 ايام يعني حسب. انا بوعدك انه الشباب بخلصوها سريعا، بتم التسلسل الاداري في الموضوع وحنجيبه ان شاء الله، بنحاسبه حسب القانون. واي ملاحظه بلغينا فورا. على راسي، اهلا وسهلا فيك، مع السلامه. قسم التجارة الإلكترونية هو قسم متخصص في إدارة المباحث العامة. الهدف الأساسي منه متابعة مجموعة من الصفحات التي تقوم بتعريض السلم الأهلي للخطر، بالإضافة للجرائم التي ترتكب بواسطة الحواسيب وأجهزة الاتصال. يعني هاي المهمة شوية مختلفة عن المهمات السابقة، هاي تتميز بنوعية التفاصيل في هاي المهمة. طبعا مهمتنا بدأت من لما تقدمت إحدى الأخوات بتقديم شكوى ابتزاز على بحق أحد المواطنين، تقدمت بشكوى إلى إدارة المباحث العامة وتحديدا قسم الجرائم الإلكترونية. تم أخذ الشكوى، تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة. قسم الجرائم في مجموعة من الضباط المتخصصين هدفهم المتابعة والبحث والتحري للوصول لهوية الأشخاص المجهولين اللي بيستخدموا الحواسيب ومواقع التواصل في اختلاق الجرائم وارتكابها. استقبلنا الشكوى أصولا، تم التعاون مع الشكوى بطريقة علمية مهنية، بالبحث والتحري كشفنا هوية هذا الشخص. المعلومات جديدة، المعلومات الحساب نشر آخر مرة قبل تقريبا 4 ساعات، هو منزل تهديد بس مش واضح، تمام؟ البيانات وصلت لها جديدة، هاي آخر شيء؟ ما توصلت لها؟ فيش مشكلة، التسلسل الإداري سويته؟ نعم صحيح. التقرير جاهزة؟ أوكي، توكل على الله، بركة الله، خلينا نجيبه. طبعا هذا نتيجة انتشار مواقع التواصل بشكل عام، يعني احنا كان عندنا الفيسبوك بال 2009، بعدها طلع عندنا التويتر، كان عندنا بعدها الانستغرام، بعدها كذا. المواقع التواصل في تجدد دائم، طبيعه الانترنت موجوده بكل مكان، اليوم شرائح 3G بتمكن اي واحد انه يدخل على الانترنت، بالاضافه لانه العالم الافتراضي الموجود بالانترنت بولد ثقه عند الشخص اللي بده يرتكب الجريمه انه انا متخفي وراء جهاز كمبيوتر، فبالتالي بصعب على الشرطه توصله. احنا تقريبا معظم الحالات ان شاء الله بنوصلها. تحضر الملفات والمعلومات لإصدار قرار بتنفيذ المهمة. بدأوا بعملية التحري والمتابعة وجمع المعلومات والاستدلالات عن المشتكى عليه. الهدف موجود ورصدناه باب البيت، اللي كان لابس بلوزة زرقاء، هو مروح من شغله زي ما وصلتنا المعلومة، سيارته موجودة متوقفة باب البيت، تمام؟ والبيت تم عينته جاهز. الآن احنا بدنا نرجع على المكتب نحط بس خطة العمل، نتواصل مع زملائنا بالشرطة الخاصة ونحط عمليات الشرطة بالصورة. صحيح يا باشا، بخصوص المهمة اللي أبلغتك فيها قضية المتابعة، من طرفنا تم الانتهاء والوضع جيد، الآن في طريق العودة إلى العرين، استلمت جد. طبعا أبلغنا الإخوة في عمليات شرطة محافظة الخليل بقضية الفتاة هاي وبطبيعة الشكوى وبطبيعة حجم الخطورة اللي كانت تتعرض لها. تم تزويدنا بهاي المعلومات وتم الطلب من عمليات الشرطة وتزويدهم بأن المطلوب هو موجود في منزله. تم إبلاغنا بالتفاصيل كاملة من ضابط المباحث المختص من قسم الجرائم الإلكترونية. قصد
احضرنا البيت وعارفين وحطيت لكم تفاصيل الخطه. البيت معنا مذكره احضار حسب الاصول والقانون لالقاء القبض على احد المطلوبين اللي بيقوم بابتزاز احد الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام. تمام. ضابط المباحث يعطي فريقه في قسم الجرائم الإلكترونية التعليمات والمعلومات الكاملة التي تم التوصل إليها والخطة المطلوبة لتنفيذ المهمة. تلفونه مطلوب إحضاره طرفنا لأنه إحنا المعلومات إنه نستخدم تلفون وعليه صور الفتاة. عبركة الله وتوكلوا على الله. وزي ما حكيت لكم إحنا بننفذ القانون، يعني هذول برضو إخوتنا إحنا رايحين عليهم، بدنا نعملهم كل أدب واحترام. تمام. يعطيكم العافية. متوسطة هاي صورته. هذا البيت اللي مراد استهدافه كون المطلوب يسكن في الطابق الأرضي. البيت طبعا بشكل كامل له. البيت مكون من ثلاث طوابق، الطابق الثالث قيد الإنشاء، الأول والثاني فيهم سكن. إحنا بدورنا وبناء على ترتيبات المباحث ورصدهم والمعلومات اللي توفرت إنه الهدف الآن موجود في المنزل، راح نتحرك بالقوة ونتبع الموضوع وإن شاء الله بننجزها على أكمل وجه. تمام. في ملاحظات لكم؟ لا بس شو قضية تاتو؟ قضية هي موضوع ابتزاز، عليه عدة قضايا ابتزاز. مدير العمليات يشرح القضية للقوة المساندة من الشرطة الخاصة ويعطيهم التعليمات وخطة قسم الجرائم الإلكترونية للمهمة. القوة الموجودة هي كافية للتعامل مع الحدث. طبعا. ورح يكون في سيطرة تامة. طبعا احنا رح يكون معنا ايضا عنصر من النسائي في مذكرة تفتيش المنزل، في عنا عنصر من الامن الداخلي لمتابعة تنفيذ واداء الشرطة الميدانية على الارض. تم ترتيب خطة. طبعا احنا حصلنا على خرطة صورة جوية لبيته، حصلنا كمان على صورة مقربة من فرقة الاستطلاع من ضباط زملائنا اللي طلعوا بالمهمة، صورنا البيت من كل الجهات. البيت كان له أكثر من مدخل ومخرج، حوالي 4 مخارج. تم إبلاغ كل التفاصيل هاي لعمليات شرطة محافظة الخليل اللي بدورها نسقت لها أصلا مع القوة اللي نزلت معنا اللي هو زملائنا بالشرطة الخاصة. من طرفنا أيضا قمنا بوضع خطة وتجهيز ما يلزم من الإجراءات القانونية من خلال المذكرات التفتيش. تم أيضا اصطحاب القوة بالشرطة النسائية حتى يتم التفتيش أصولا. تم تجميع القوة، تم التأكيد عليهم بالتعليمات. جاهزين في أي استفسار؟ لا لا جاهزين. مشكورة بس. خلينا نتحرك. تم التوصل إلى بياناته الدقيقة، رقم الهاتف، مكان السكن، طبيعة علاقاته الاجتماعية. طيب ما شاء الله يعطيكم العافية. بدأت حركة، متحرك طرف تحركت القوة من مديرية الشرطة باتجاه الهدف. البيت زي ما حكيت لكم موجود بين تجمع سكني، يعني احنا بهدوء اصلا. الساعة مش متأخرة كتير والناس هلا بتكون يعني مرتاحة، موجودة في بيوتها بس صهرانين في بيوتها يعني. فالمعلومة اللي اجتنا مؤكدة جدا من موجود البيت. شباب احنا وصلنا المنزل. مركز رئيسي. هاي مركبته متوقفة على المنزل. تمام حسب الخطة. صقر 2-1 ماج 2 اجيب. صحيح يا باشا احنا امام المنزل.
لحظة شوي دي هذا الشيء فذيش اسمك انت صقر 2-1 مجلسين أجاب أرسل طيب عشان الله يعطيك العافية بخصوص الشخص المطلوب القاء القبض عليه احنا عثرنا عليه أمام المنزل والآن هو موجود طرفي السلام طيب يا طيب الان هو موجود طرفي ويما السلام سلام يعطيك العافيه هذا واحد واحد يعطيك العافيه الله يعطيك اخذت هذا الجواب تلفونك وين استاذ وين تلفونك تلفونك معك كثير تكتو شخصي بعد المنصوب بس عايز اسكيله بس خليه يقول تلفونه ماشي تطلع لي يا باشا مع الرائد وحيد ماشي تليفونك وين؟ ولحسن الحظ تم العثور على الهدف صاحب العلاقة متواجد في محيط المنزل. بقول لي علي لانه احنا مدور على تليفون ممكن يكون في السيارة. شباب المباحث بالضبط باشا احنا بعد اذنك نفتش السيارة. تم فتشوا للسيارة تلفونه كل احترام صحيح باشا خلاص هو موجود عندي خلاص هذا ما بدي اياه سوي لي قطع عندك ولا واحد يدخل على المنطقة هاي بشكل سريع باشا اساس اذا في اي شيء مكلف بالقانون بس من طرفك ارسل سيارتك القلعه رايي في شهر 4 صحيح باشا شباب فتشوا السيارة جاهزة فقط 2-1 مجلسين أجاب يعطيك العافية باشا بخصوص المركبة تم تفتيشها الشخص الآن موجود طرفنا وبعد إذنك باشا احنا يعني قيد الانسحاب جاهزين إنه نتحرك لفريق العودة سجلت العودة يعطيك العافية تم إلقاء القبض على الشخص المتهم المشتكى عليه تم إنهاء المهمة بشكل كامل وبشكل تام لم تسجل أي أحداث أو خروقات المهمة عادت للقوة عادت إلى موقع البداية وكان الوضع جيد دون تسجيل أي أحداث
فيها واطلع بسرعة روح بسرعة بسرعة مرافق من عمل الخاصة فقط 2-1 رئيس أجاب كللت العملية بالنجاح وأصبح المشتبه به في قبضة رجال الشرطة ولك بالمثل يا باشا يعطيك العافية يا أبو لازم مهند يزيلك العافية يا باشا الله يخليك جوا 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 خلص يا خلص شو بدك عشان ابدأ فيها هو يقول لها خلص شباب الله يعطيكم العافية أبو لازم مهند الله يعطيكم العافية أمنا الشخص المقر الآن الآن بيتم استكمال باقي الإجراءات القانونية لتحويله للنيابة العامة أصولا بناء على استدلالات وبحضر التحريات الموجودة طرفنا ويعطيكم العافية إحنا مؤتمنين على أعراض الناس خصوصية الناس محفوظة إحنا كافلينها أي مواطنة بتتقدم من طرفنا بشكوى خاصة فيها الحالات الابتزاز والحالات اللي ما بدها حتى الأسرة توصل لها أو رب الأسرة أو زوجها بتم يعني التعامل معها بسرية تامة وكل الشكاوى أصلا بسرية تامة وبتم حالتها أصلا لجهة اختصاص يعني عندنا دائرة حماية الأسرة اللي بيكملوا معنا عندنا النيابة العامة بنحطهم في صورة الوضع فهذه أول نقطة النقطة الثانية الفتيات أول ما تيجي عندنا يعني أول رسالة إحنا بنوجهها إنه إحنا موجودين لخدمتك هذا القسم متخصص لحمايتك إحنا موجودين لحمايتك إحنا موجودين لمساعدتك بتطلب منا أنا بديش حدا يعرف في الموضوع بتكون هي نتيجة تعامل الضباط معها بطبيعة العمل وبعطاها أمثلة واقعية عن قصص صارت وكيف إنه إحنا خلصناها وإلى آخره فإحنا بنينا الثقة مع المواطن خلال التحقيقات اعترف المشتبه بجرمه وعليه تم تحويله إلى النيابة العامة ألاقاه مجرمون سابقون سيكون مصير المجرمين الإلكترونيين على شبكات التواصل الاجتماعي حتى إن بدا الليل هادئا فلا تهدأ النجدة عن تتبع أي مجرم يحاول المس بأمن المواطنين إلى هنا تنتهي ليلة أخرى من ليالي النجدة تبين موضوع الدورية الليلية اللي عندك من هو رئيسي سبيل ثلاث سبيل ثلاثة جيب بالقوة الخاصة من المكافحة بالافتتاش والتحرك والتواصل مع خاصة الحزن الأمور جاهزة صحيح صحيح باشا كذلك بالتوفيق للجميع